السلام عليكم. النهارده هعمل لكم كريم شانتيه، نص رغيف لبن، شانتيه انا جايبه ايه سمن كريم شانتيه، هنضيفه كده بالتدريج كده لما نشوفه الاول عشان يبقى سميك وحلو. بس احنا بنحط ونضرب كده حلو عشان يبقى تقيل. كل ما يحتاج ان انت يعني تخففيه شويه عشان يبقى حلو حطي لبن، محتاجش خلاص. وانت اللهم صل على النبي، يبقى جميل. خلاص احنا ضربناه اهو، شوفي بقى زي اللي بتشتري من الحلويات اللي بره اهو. هنحط في الثلاجه بقى. بص انا جايبه علبه توينجز اهو، هفرغ كل واحده في الصينيه اللي انا هعمل فيها الكيكه. تحطيه في الفرن ولا اي حاجه، هتبقى اسهل فيك يعني للاطفال يعني، وهتبقى حلوه ويحبوها. هنرش بقى ايه كريم شانتيه، هفرد الكريم شانتيه على التوينكس زي ما انتوا شايفين كده. انا لسه هحط كل الكريم شانتيه، بس انا بوريكي يعني الاول انا بعمل ايه عشان هغطيه كله. احنا جبنا علبه كمان توينكل تاني بالشوكولاته علشان هنعملها تاني على دور تاني على الكيكه عشان تدي منظر حلو. اهم حاجه الكريم يبقى كتير، هيخليها جميله قوي وتبقى ولا تكلف نفسك اقل من 60 جنيه كمان، وكلت حاجه حلوه. هنحط برضو هنا المهم ان انت تخلصي العلبتين تحطهم كلهم. هنحط بقى الكريمه على الجناب دول. هنحط بقى على الايه بقى الكريمه من فوق كده على الكيكه من فوق كده، وهنبقى نفرده كله دلوقتي. الكريم شانتيه كل ده هنحط عليه كده اهو. احنا بقى كده خلصنا وخلينا اتنين، هنحطهم على الوش، هنفردهم كده ونقعد نفرفرهم ونحطهم على الوش. احنا كده خلصنا خلاص، حطينا التوينكز على الوش، هنحطها في التلاجة لمدة ساعتين تلاتة زي ما انت عايزة. وبعد كده بقى تقطعيها وكده بنرش التوينكز على الوش اهو. بعد كده هروحينها في التلاجة تقعد ساعتين تلاتة لما تجمد بقى، وقطعها لكم وهوريها لكم لما اجي اقطعها.